نشاهد في كثير من الأحيان الاتجار والبيع والشراء والكسب في أجهزة الكمبيوتر وخاصة أجهزة الأطفال وما شابه ذلك والأشرطة المتعلقة بها، فما حكم الاتجار بها فضيلة الشيخ؟ الألعاب التي لا تشتمل على محرم لا بأس ببيعها، لأن الناس بحاجة إلى مثل هذه الأشياء لأجل ترويض أبنائهم وشغلهم عن الأذى والفراغ الذي قد يؤثر عليهم. فهذه الألعاب التي ليس فيها محرم وهي تؤدي غرضا صحيحا بالنسبة للأطفال من ناحية إشغالهم عما فيه مضرتهم لا بأس ببيعها. أما الألعاب التي فيها محرم كآلات اللهو أو الصور المجسمة أو الصور المرسومة على أوراق أو غير ذلك، الصور بجميع أنواعها لا يجوز أن تجعل لعبا للأطفال وأن تباع عليهم. هذا هو الصحيح. وأن ما ورد من الرخصة في لعب الأطفال الصور إنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بالنهي عن استعمال الصور بعد ذلك والوعيد على التصوير. نعم.